مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. هاد النهار ان شاء الله نقدموا واحد الحلقة ديال زيادة الخصوبة عند ذكر الأناني. إذا كما كنعرفوا أن كما الأنثى يعني خاصها ضروري تكون يعني طالبة التلقيح باش تكون يعني التربية ديال الأرانب تكون صحيحة 100%. خاص كذلك الذكر يكون حتى هو فحل، ويعني فيما نعطيه الأنثى يلقحها. ملي كيبدا يكبر، بحال دابا الذكر عندي تبارك الله راه جايب واحد نقولوا عامين يعني سنتين، في الأول كان كيلقح مزيان، من بعد لاحظت أنه بدا الفعالية ديال يعني شحال من نسوة تقدر تعطيه ويلقح بدات كتنقص، يعني السائل المنوي ديالو بدا كيقل. هو الحمد لله ما يعني ما عندوش شي يعني نقولوا شي التهاب عقوب ولا شي مرض ولا لا قدر الله، ولكن المشكل اللي عنده وهو انه الخصوبه ديالو بدات كتقل. اشنو درت له؟ كاين قضيه ديال الكرافس. الكرافس وهو يعني هو اللب ديال الموضوع ديال هذه الحلقه هذه. اذا الكرافس ما لقيته كيدير؟ الكرافس لقيته هو المحفز الوحيد اللي نقولوا هو الفياغرا ديال الارنب. الكرافس ممكن انكم تعطيوه له يعني في قربيطه قبطه شريوها كدير درهم، ممكن تعطيوها له على ثلاثه المرات، يعني تقسموها له على ثلاثه المرات او مرتين. غادي تلاحظوا ان الارنب بدا كيرد الخصوبه ديالو. يعني الفيديو في الحقيقه راه مهم بزاف. علاش؟ لان يعني الارنب كيكون في الاول مزيان، يعني كيبان لكم باللي راه كي تعطيتو النتوه الاولى كيلقحها، الثانيه كيلقحها، وكتلقاه حتى الطريقه ديالو باش كيتعامل ممكن انه كيطلع فوق النتوه وكيطيح على الجنب ديالو الايمن او الايسر. المهم كيكون كيلقح وكيطيح، هذاك هو الذكر اللي حنا كنقولوه فحل، ممكن ان يعني تحتفظ به. يعني ماشي لابد ما يكونوا عندكم يعني الارانب مثل هادو غادي تحتفظوا مثلا بثلاثه الذكور ولا اربعه الذكور. لا، كتختاروا شكون هو الذكر اللي ممكن انكم يكمل معاكم. يعني بحال هكا هي غالبا السلالات كيلعبوا دور. علاش؟ لان بحال البابيون يعني الاغلبيه ديال الناس اللي كنعرف ما كي يبيعوهش. ممكن انهم يبيعوا السلالات الاخرين كشانشيلا، داك المكحل، نيوزيلاندي، كاليفورني، ولكن بالنسبه للبابيون الاغلبيه كيحتفظوا به. علاش؟ كيكون هو الذكر ديالو كيكون يعني فحل، وكيكون يعني كيطيل الانتاج بزاف. كتلاحظوا حتى ملي كيكون العدد ديال الصغار كتلقى مثلا ملي كيلقح الانثى ايا كانت الانثى كيلقحها كتلقاوه يعني كيجيب من 10 فوق. حنا كنقولوا مثلا 10 12 14 ممكن ان يجيبها في البطن الواحده. يعني النصيحه اللي كنعطيكم هذا النهار هذا وهي الكرافس ممكن انكم تعطيوه له في اي وقت. يعني انتم باغين انه يلقح ممكن تعطيوه الكرافس، راه كيولي يعني احنا نقولوها بواحد الطريقه كيولي جاهل، يعني جاهل على الانثى. يعني كيولي ممكن انه يلقح المره الاولى والمره الثانيه، هي في الحقيقه كما قلنا بمثابه فياغرا ديال الارنب او القنبله ديال الارنب وهي الكرافس. الكرافس راه معروف، يعني كاين دول اخرى كيسميوه الكرفس، وهو كيدار في الحريره، يعني واحد النبات كيدار في الحريره. ممكن انكم تشريوه راه رخيص وتقسموه له على ثلاثه المرات او مرتين، وغادي تشوفوا الفعاليه ان شاء الله غادي يعطيكم واحد النتيجه رائعه وجد رائعه. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاليه بالدعم ديالكم.
كنشكركم على التعليقات الطيبه ديالكم، واخا راني ما كنجاوبش عليها في هذه الايامات، عندي ظروف يعني كنستسمح بزاف على هذا التاخير اللي ولات كندير، عندي ظروف ديال العمل، عندي ظروف عائليه. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر جيم ما تنساوناش بجير جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.